فاطمة، تأمنين إباعة فيدرالية اليسار. كما تبعتوا اليوم راه تم المنع ديالي على أساس أنه يجب الإدلاء بجواز سفر. أنا سجلت يعني احتجاج على هذا الوضع هذا على اعتبار أن جواز تلقيح استند يعني الى مبررات كنعتبروها فيها الكثير من الارتجال والكثير من العشوائيه، لانه لا يعقل انه تكون هناك ازدواجيه في التعامل مع المواطنات والمواطنين بشكل عام. ما يمكنش نعتبروا تلقيح غير اجباري ولكن الجواز اجباري. اذا هذا يستوجب عفوا انه يكون توضيح في هذا الامر، وفي نفس الوقت ينبغي يعني احترام المواطنات والمواطنين، لان القرارات ينبغي ان تتخذ بشكل اللي يكون فيه يعني العقلانية، اللي تحترموا فيه شروط ديال سريان مفعول هاد القرارات. وبالتالي حتى في الجواب ديالي انا دخلت لما ولجت سجلت نقطة النظام على اعتبار انه لا يمكن يعني ان نمارس ازدواجية في التعامل مع مسألة ديال التلقيح، رغم اننا يعني لسنا ضد المقاربة العلمية، انا شخصيا مع التلقيح ومع المقاربة العلمية، ولكن في نفس الوقت جواب السيد وزير الصحة هو أنه مراكز التلقيح كانت يعني خاوية هاد الأيام، ولما تفعلت هاد المسألة ديال الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج كذا واستفادة من الخدمات وهذا، ولا عليها الاكتظاظ ولا عليها الازدحام، إذا فهو قرار صائب. هل يعقل أننا نعتمد مقاربة زجرية باش يمكن نعتبروا القرار صائب؟ إذا الصواب ديالو هو مرتبط بالزجر وبالمقاربات الضبطية والزجرية، وهذا في الحقيقة هو المثير للاستغراب. من بعد تم المنع ديالك، كيف وجدتي له؟ عندهم راه انا عندي مع انا رفضت انني ندلي بالجواز، ورفضت على انه يكون الجواز شرط في الواقع، واحتجيت على هذا وسجلت نقطة النظام. ولكن من بعد راه كيبقى انه راه كاين سيستم، لانني انا درت الجرعات الثلاثة ديالي، يعني لانني عبرت على هذا منذ البداية انني انا ما رافضاش التلقيح، وبالتالي راه خديت التلقيح وخديت ثلاثة ديال الجرعات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.